مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم برحله. اليوم احنا طالعين رحله مغامره الكسندرا وانا اسمها يلا على الاردن. وين رايحين الكسندرا؟ رايحين على محميه رم. طبعا انا كثير متحمسه لانه اول مره بروح على رم ومتخيله انه الاجواء رح تكون رائعه وكمان رح يكون في مغامرات كثير حلوه، فرح نقضي وقت كثير حلو انا ونسرين اليوم ان شاء الله. فخليكم معنا رح ناخذكم برحله ان شاء الله انها رح تكون مميزه بكل تفاصيلها. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية. مستعدين للرحلة؟ يلا يلا على الأردن على محمية رم اليوم، إن شاء الله بتكون أجواء كتير حلوة. يلا على الأردن. يلا على الأردن. يلا سيلفي. يلا سيلفي. وصلنا وادي رم هلا. أليكس وأنا ورافقنا المجموعة مجموعة يلا على الأردن اللي بعتولنا دعوة حتى نرافقهم نيجي نشوف سحر هذا المكان الجميل. أنا بالنسبة إلي جاي أكثر من 10 مرات. أنا بالنسبة إلي كثير مبسوطة ويعني مصدومة ومبسوطة بسحر المكان فعلا. وادي رم أو وادي القمر، ورح نشوف يمكن النجوم اليوم لأنه رح نقضي الليلة يمكن هون، رح نشوف بالليل، وكمان رح يكون في نشاطات واكتيفيتيز كتير حلوه اليوم. رح نعمل انزال انا ونسري، رح يعني اجرب. مش اكيد، انا مش اكيد. مشاهدينا لساتنا بمحمية رم، شايفين الأجواء؟ إيش بده يصير هلأ نسرين؟ أنا مرعوبة بس أشوف إني أقدر أعملها، مش عارفة. أنا أول مرة صراحة بشوف الإنزال، عجبني كتير مقررة أعملها، بس عاد ما بعرف بس نطفي الكاميرا إيش رح يصير. رح نشوف هلأ، بنجرب وبنشوف. إذا أظن أليكس أشجع مني. لا لا لا، هي نسرين كتير جريئة، ومفروض الفريق اللي معانا كمان قال انه هو كل الموضوع يعني امان وماخدين احتياطات الامان كلياتها، فهي مغامره بتضلها بالاول وبالاخر. صفر على فكره، يعني مفروض. ما فيش اي خطر، يعني الخطر نسبه الخطر صفر لانه مأمنين. بس هي الفكره، فكره انه الواحد ينزل من مكان يعني اللي عنده فوبيا مثلا، اماكن مرتفعه. يمكن انا جاي عبالي هيك اتحدى نفسي، مش عارفه. يلا هلا بدنا نجرب الموضوع. هلا هلا بدنا نجرب انا ونسرين ان شاء الله، وخاصه انه المكان شوفوا شو حلو، يعني كمان الصخره كيف. بس شوفي انا حابه اليكس لو الكاميرا تعمل زوم ان على، اذا انت شايفه هاي اللي زي الخزنه اللي قلت لي زي البترا. كانها بس نحت طبيعي مش نحت انسان. طبعا مشاهدينا احنا طلعنا القمة. هان هلا كيف
بدنا ننزل. هلا بدنا ننزل نجرب. بس عن جد المنظر من هون بياخد العقل. منظر ساحر. تجربة كتير كتير حلوة. بس لساتني خايفة مش عارف كيف بدي أنزل بصراحة. لا رح ننزل رح ننزل ورح نعملها، وإنتوا كمان تعالوا حتى تجربوا هاي التجربة. نرجع نمسي عليكم، بس بدي اسال نسرين شو صار معك فوق. نسرين انت شو شفت؟ طبعا لا بس برافو، تسلقت نسرين جبل عن جد، يعني تسلق رائع. بس بدي اقول لكم شيء، والله انه النزله اللي انا نزلتها اصعب بكثير. صح من صح صح، يعني لما تتسلق جبل وترجع تنزله يعني على هذا الارتفاع صح، هذا يعتبر اسانسير. صح انت نزلتي بالاسانسير؟ انا نزلت بالاسانسير بس عن جد بس تجربه حلوه. بدي افرجيكم لانه اول تجربه لالكساندرا، يعني هلا هي بيحكوا صح هي ما فيها مخاطره، يعني صح فيها امان. فيها امان بس يعني لو صار في شويه اصابات، اصابات بسيطه خفت عليها. بس عن جد حلوه يا حبيبتي. أنا بدي أرحب بالأستاذ مروان بني سعيد مدير مخيم الرحايب، أهلا وسهلا فيك. أهلا يا مرحبا. مين برحب بالثاني؟ احنا لازم نرحب فيكم كم ضيوفنا انتوا اليوم. الله يخليك، يعني انا هي ثاني مره بصراحه بزور المخيم. اهلا وسهلا. جدا رائع، القعده فيه حلوه، حتى الاضاءه الاطلاله بالليل على الجبال بكل الاوقات كتير حلو، وبعم بلمس في تغيير وفي تطوير يعني باستمرار على المخيم. أكيد. اخر شيء عملتوه تحديث عليه؟ احنا بشهر 2 عملنا اخر تحديث للمخيم. عملنا في نظام الإضاءة الجديد، الإفكت اللي عملناه على الجبال، وعملنا نظام الإضاءة الصحراوي اللي على البوابة والمتداخلة، وعملنا الممرات وتجديد للوحدات الصحية، عملناها بشكل مغارة، يعني زي كأنك داخل على مغارة من برا ومن جوا كان كتير مرتب يعني. وعملتوا 5 رويال سويت؟ وعملنا 5 خيام رويال سويت، يعني هاي ديزاينها ديزاينها مختلف. هي جاي اكبر من الغرفه العاديه وفيها اضاءه مختلفه وفيها فور سيلينج، يعني شيء مرتب من جوا وصوفه، وديزاين الغرفة بيختلف عن ديزاين الغرف العادية. الغرف العادية صار في تنافس كمان كتير لأنه صار أكثر من مخيم، طبعا في منافسة بالأسعار وكل على صالح المستهلك. أكيد بس كل مخيم له ميزة كرم، يعني كل مكان له ميزة، فالناس بتحب يعني تعيش هاي الأجواء، يعني اليوم هون بكرة في مكان تاني في مكان آخر. أنا بدي أشكرك كمان مرة على الاستضافة، وبنتمنى لكم التوفيق. تسلم، شكرا لكم. شكرا لكم. مشاهدينا معنا اليوم كمان كابتن يزن الخليلي من ألتيميت للمغامرات، حتى يحكي لنا عن المغامرات وبالذات يمكن بوادي رم. كيفك كابتن يزن؟ تمام الحمد لله. طبعا اليوم كنتوا انتم متطوعين معنا بمبادرة يلا على الأردن. نعم، كل الشكر لكم على هذا التطوع. طبعا هدفه اكيد يمكن الترويج أكيد للسياحه، وبالذات عم نحكي عن محميه وادي رم. شيء اكيد نعم. فاحنا اذا بدنا نعرف اكثر عن مغامراتكم، واحنا جربنا اليوم جزء منها، شو طبيعه المغامرات اللي بتعملوها بوادي رم؟ والله في عنا بوادي رم اكثر من مغامرات، في عنا مثلا جبل رم، في بيجي علينا سياح كثير تسلق عليه، نعمل كلايمينج ونعمل رابلينج عليه كثير. شو يعني رابلينج؟ الرابلينج هو الانزال الجبلي. اوكي، اللي عملنا اليوم رابلينج. عملته انا رابلينج وابسيلينج نفس الشيء. تمام. انزال جبلي، في الكلايمينج بتشتهر رم، بيجي عليها يعني من كل جميع دول العالم عشان ايش؟ تسلق الجبال. هاي شيء مرغوبه بوادي رم كثير.
كرياضة عالمية طبعا. طب كابتن أيمن، لما عم نحكي عن مغامرات مثل هاي المغامرات، انزال وتسلق، نوعا ما فيها مخاطرة. نعم فيها مخاطرة، وجربنا اليوم هالمخاطرة احنا، بس يعني كل شكر لكم كنتوا جاهزين دائما معنا. احكي لنا عن وسائل الأمان اللي بتكونوا فيها حتى تحافظوا أكيد على حياة الشخص اللي عم بيقوم بمثل هاي المغامرة. هسه في عنا أكثر من شغلة وسيلة أمان طبعا، الأمان بالله أول إشي طبعا. ثاني شغلة في عنا عدة السلامة العامة اللي هي الهلمت الخودة، في عنا الجلافز، في عنا الهارنس الحديد، في نوعيات كثير يعني بتختلف، ما بدنا نذكر شو النوعيات. في عندك الحبال، وفي عندك الشباب اللي بتكون فهمان شو كل شغلها، مثلا كل الشباب عندها شهادات بالشغلات هاي، وعندها ماخذ شهادات ايش، اللهم صل على سيدنا محمد، بالاسعافات الاوليه، لا سمح الله صار اي شيء يعرفوا يتعاملوا مع هيك حالات. صح تمام. يعني احنا جربنا اليوم من نهار بيقدر الواحد فعلا كرحله لوادي رم يعبي اليوم كامل من النهار لآخر الليل. نعم. بطريقة كتير حلوة. إحنا بدنا نشكركم، كل احترام لكم، كل الشكر لألتيميت للمغامرات، لكل الفريق أكيد تحياتنا لكم. شكرا لكم، والله يقويكم هيك دائما تتطوعوا توصل الأردن للعالم كله إن شاء الله بإذن الله. هذا إن شاء الله هذا أملنا كبير من شغلات هاي اللي بنعملها عشان ترويج السياحة الداخلية. أهلا وسهلا، شكرا لكم، شرفتونا. بهاي الأجواء الرائعة من محمية وادي رم نختم تقريرنا لليوم. أنا من سرين قضينا كتير وقت حلو. صحيح، بدنا نشكر مخيم الرحايب كمان اللي استضافونا وقضينا معهم هاي الليلة الجميلة، وبعد ما أكلنا الزرم والأكل اللي بشهي اللي عاملينه على الطريقة الخاصة، يعني طريقتهم الخاصة المشهية كيف رائع. وختمناها بالدحية، فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهاي الرحلة الجميلة. وهي دعوة لكل اللي عم بيشاهدونا انهم يجوا على وادي رم، أجواء جميلة جدا، طقس أكثر من رائع، الهدوء وجمال المكان وسحره في كل أوقات اللي في اليوم، يعني الصبح إله جماله، ظهر وقت الغروب، بالليل، بكل الأوقات هذا المكان مكان جميل، في نشاطات من الصبح لآخر الليل. وشفتوا كمان الأجواء الموسيقية الرائعة اللي عشناها مع الأكل الزاكي وجبال رم الرائعة. نودعكم بهذا التقرير، ونصحكم أكيد أنكم تيجوا وتزوروا هاي المحلية الرائعة.